بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية طيبة متابعي قناة الشروق في كل مكان من ولاية نهر النيل، من أرض التاريخ وعبق الحضارات، محلية شندي، في هذه المقابلة الخاصة التي تأتيكم على الهواء مباشرة مع سعادة اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي، والي ولاية نهر النيل المكلف. والولاية تستعد لاستقبال حدث استثنائي مهم، وهو استقبال رئيس مجلس السيادة السيد عبد الفتاح البرهان، السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك لإتمام مباركة ورعاية الصلح المزمع بين قبيلتي العوضية الجعاليين والعبابدة. مرحبا بك سعادة اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين عجبي في قناة الشروق في هذه الإطلالة المسائية. مرحبا بكم الإخوة في قناة الشروق. هذه القناة الفتية والقناة المتفردة والقناة التي ظلت على الدوام تتابع كل ما يدور في الساحة من أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتطلع بدور طليعي ودور متعاظم في تمليك المواطن وتمليك الجماهير كل ما يحتاجونه من معلومة. نحن بنشكر هذه القناة ونأمل أن نتعاون معها في شتى المجالات حتى تكون حضورا بين كل القنوات المحلية والإقليمية والدولية. طيب سعادة اللواء، يعني معروف أن هذه الزيارة المهمة للسيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان هي من أولى الزيارات التي يأتي فيها إلى الولايات أو خارج الخرطوم، وبالتأكيد الحدث يفرض نفسه. كيف تنظرون لهذه الزيارة من خلال ترتيباتكم وتحضيراتكم لها؟ بالتأكيد كما أسلفت أن لهذه الزيارة يعني وضعية خاصة، ولهذه الزيارة مزاج خاص، ولهذه الزيارة يعني طعم خاص لما يعني تعالجه من إشكال ظلة يؤرق مضاجع قبيلتين كبريتين، وظلت هذه القبيلتين على مدى ما يزيد عن 3 أعوام ونصف يعني في حالة يعني بتاعة قلق وشد وجذب، وبذلت حقيقة جهود مضنية وبذلت مساعي كثيرة من أبناء هذه الولاية ومن الحاضبين على الصلح الاجتماعي ورتق النسيج والذين يدعون إلى العفو والصفح. ونحمد الله تكللت المساعي خلال الشهر المنصرم بالجهود البذلة السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة بصحبة آخرين من أبناء هذا الوطن ومن أبناء هذه الولاية، وأفلحت هذه المساعي الحميدة والمساعي المخلصة في رأب الصدع وقبول أولياء الدم بالتنازل عن القصاص الذي يعني كاد أن ينفذ وتبقى بينه وبين التنفيذ ما لا يزيد عن 2 ساعة. أفلحت هذه الجهود الخيرة والجهود الكبيرة، وأولياء الدم استجابوا لطلب السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح لما له من رمزية ولما له من شأن ولما له يعني من تقدير، وهو ابن من أبناء هذه الولاية والآن يعتبر رمزية الدولة ورمز عزتها وسيادتها وأمنها واستقرارها. هذه الزيارة التي سوف يعني تكون يوم قد 9 نوفمبر في مدينة شندي، هذه المدينة التي يعني هي معروفة تاريخيا بما لها من إرث تاريخي وبما لها من يعني مساهمات مجتمعية متعددة، يأتي في هذا الإطار هذه الجموع القفيرة التي بدأت تتوافد إلى هذه الولاية منذ الصباح الباكر، وسوف تستمر هذه الوفود في التوافد
من كل مكون الولاية، جنوبها في حجر العسل وشمالها في بيرتي، مضاف لها عدد مغدر من الزعامات ومن النظارات ومن مشايخ الطرق الصوفية ومن الإدارات الأهلية ليكونوا شهودا على هذا الحدث الذي يعني يعتبر هو الأول من نوعه. وفي هذا الإطار تأتي يعني زيارة السيد رئيس مجلس السيادة وبصحبته عدد كريم ووفد فخيم ممثل في عدد من أعضاء مجلس السيادة وعدد من الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير ديوان الحكم الاتحادي وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، مدير المخابرات العامة ومدير قوات الشرطة ورئيس الأركان والأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد مغدر من الوزراء، برفقة أيضا الأخ الفريق أحمد عبدون والي ولاية الخرطوم والذي كان له يعني سهم في هذا الصلح بما وفروا من بعض الاشتراطات التي يعني طلبها أولياء الدم، وحصل توافق بسرعة وب يعني إخلاص وبتجرد. والحمد لله لهذه الزيارة أيضا خصوصية، وهي يعني تأتي في هذا اليوم يوم غد، والذي يعني هو يوم 12 من ربيعنا الأول، مولد أفضل خلق الله، مولد سيد البرية، مولد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة واضحة على هذا القدر من التقدير وعلى هذا القدر من القبول، قبول دنيوي ممثل في هذا التوافد الكبير وقبول أخروي في إطار أنه أتى متزامنا مع ميلاد سيد البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم. طيب السيد الوالي، بجانب هذه الرمزية لهذا الحدث يعني الاجتماعي المهم وهذا الحدث التاريخي المهم، قيمة هذا الصلح في إشاعة روح التسامح والتصافي والتصالح بين مختلف المكونات داخل ولاية نهر النيل وخارج ولاية نهر النيل، خاصة أن ولاية نهر النيل لديها إرث يعني عظيم في هذه التصالحات وهذه التسويات داخل الإطار الاجتماعي. بالتأكيد لهذا الصلح قيمة يعني مجتمعية وقيمة دينية، وديننا الحليف حضانا على هذه التصالحات، والآيات كسر في هذا المجال والأحاديث كسر في هذا المجال، لا يعني يستطيع المرء ذكرى. وتأتي هذه التصالح وتأتي هذه الاتفاقية ويأتي هذا الصلح في إطار يعني شامل، وفي الولاية عرفت بأنها هي ولاية يعني آمنة وولاية يعني مستقرة، وبينها بين مكونها قدر كبير جدا من التعايش السلمي. إلا أن هذه هي الأقدار وهذه هي إرادة الله، فنحن قصدنا من هذا الأمر بهذا الحشد الكبير والذي يعتبر الحشد الأول من نوعه، حتى يكون يعني مرجعية لكثير من التصالحات المجتمعية، والذي نأمل ألا يتكرر، لأن يعني هذا الصلح يعني أتى بعد يعني زحق روح. نحن نأمل أن هذا الصلح يظل في تاريخ ويظل في أروقة ودهاليز هذه الولاية، ولا نحتاج لتصالح بهذا المستوى، وإنما إن وجد يكون هنالك يعني تصالح فيما بين الناس من خلافات حول القضايا الاقتصادية، سواء كانت أراضي زراعية أو أشياء يعني خدمية أو بعض الأشياء التي لا تصل إلى مرحلة يعني إراقة الدماء وزحق الأرواح. هو بالتأكيد يعني صلح له معاني ومضامين متعددة. يعني بعد من ذلك ممكن أيضا النظر لهذه القيمة الكبيرة لهذا الصلح والتعافي، وإسقاطه أيضا على إمكانية أن يؤثر في التحول الكبير والتسوية الكبيرة ما بين الفرقاء السودانيين السياسيين، وكذلك ما بين الوفاق الوطني والوفاق السياسي بمختلف مكونات هذا الوطن. يعني وبالتأكيد لهذا الصلح رمزية
ودلالة، ومن خلال ما يشهد كل العالم يوم غد من تحشد قير مسبوق، ويعني عمل ضخم، أيادي يعني خيرة كثيرة تدخلت في هذا العمل، فهو بمثابة مرجعية لعمل مزيد من التصالحات ولنقل هذه التجربة الحية والتجربة الكريمة التي يقود نفر عزيز من أبناء الولاية في إطار المنظمة التي يعني تعنى بمثل هذه التصالحات، هي منظمة السلم الاجتماعي، وهي يعني منظمة عريقة ولها أعضاء كثر يبتغون الوسوبة في هذا المجال ويعملون ليل ونهار، لا يريدون في ذلك يعني شكر من أحد ولا يريدون مال، وإنما يعملون استجابة للدعوات وللتصالحات ولرتق النسيج الاجتماعي. فبالتأكيد لهذا الصلح دلالة، ولهذا الصلح معنى، ولهذا الصلح قيمة اجتماعية، وإن شاء الله يكون بمثابة مرجعيات من حول ما يلتف حوله من قبائل ونظار وعمد ومشايخ. الدعوة موجهة لكل ولاية السودان باختلاف ألوانها وباختلاف معتقداتها وباختلاف سحناتها وبكل يعني ما يحمل المكون السوداني. تأتي هذه التصالحة في تظاهرة يعني جماهيرية يعني ضخمة جدا يشهد العالم بأسره، علها تكون يعني فيها كثير من المرجعيات لمعالجة كثير من القضايا خلاف القضايا بتاعت الأرواح إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخ الوالي، حننفس حقيقة من خلال هذا الحوار إلى نقطة أخرى أيضا هي مرتبطة بالميزة الاستثنائية لهذه الولاية في إطار الهدوء والاستقرار الأمني، إلى أي مدى ممكن يدعم هذا التصالح وهذا العفو هذه الميزة التي تنفرد بها الولاية على كثير من ولايات السودان؟ يعني هي بالتأكيد لهذه الولاية خصوصية فيما يلي الجانب الأمني، هي ولاية يعني تقع في الجزء الشمالي من البلاد، ونسيقها يعني به رتق اجتماعي، قبائلها يعني منذ أمد بعيد وتاريخ عميق جدا، تحترم كل الآباء وتاريخ الأجداد، وهي ولاية ليست بها يعني تقاطعات كما هو موجود في بعض المناطق الأخرى، وليست بها يعني ما يدعو إلى يعني زرع المشاكل، سواء كانت المشاكل دائما تأتي في الولايات التي يعني بها دواعي للاحتكاكات، كالتي بها مراعي والتي بها مزارع والتي بها يعني أشياء يعني تدعو إلى هذا الاحتراب. لكن ولاية نهر النيل ولاية مستقرة آمنة بها يعني كثير من البيوتات الكبيرة، وبها كثير من الرجالات الذين ظلوا على الدوام كالعهد بهم يعني قناديل العطاء، يحشغوا هذه الولاية ويحشغوا وطنهم حتى الفناء، ويعطوه عصارة فكرهم وعرق جهدهم بغرض أن تظل هذه الولاية مستقرة آمنة، ويظل نسيجة يعني مرتوق، ويظل إنسانة يعيش في وئام وفي وحدة وفي لحمة وفي كل ما من شأنه تعزيز السلم الاجتماعي. سيد الوالي، هننتقل إلى ترتيبات حكومتكم في إطار الفترة الانتقالية الحالية، أهم المهام التي وكلت لهذه الحكومة حسب الموجهات المركزية، وإلى أي مدى سارت هذه الحكومة على مستوى الولاية في إطار هذه الموجهات وهذه المهام؟ بالتأكيد هذه المرحلة هي مرحلة مفصلية، ومرحلة يعني بها كثير من التعقيدات، وبها كثير من الإشكاليات. بعد يعني ثورة ديسمبر المجيدة وهذا التغيير الذي يعني شمل قطاعات واسعة في مكون الدولة، الآن الحكومة حكومة المركز وحكومة الولايات
تطلع بجهود إضافية في إطار يعني تعزيز الوضع الاقتصادي وتعزيز السلام وتعزيز ثقافة قبول الغير وتعزيز يعني كثير من الأشياء التي يعني من شأنها جعل الوضع بصورة مستقرة حتى ينعم إنسان هذا البلد الذي يحتاج الذي يعني يستاهل كل خير، الأمان والرقي والتطور والنماء. طيب في إطار مهام الحكومة الانتقالية على مستوى الولاية، يعني كانت هناك مبادرات كبيرة وجهود يعني عظيمة جدا، يعني في إطار استقرار ودعم السلع الاستراتيجية الموجودة في الولاية، وعلى رأس هذه السلع سلعة الدقيق، وهي من السلع التي أرغت الحكومات السابقة وشكلت يمكن عنصر كبير جدا جدا في إطار عدم الاستقرار. في ماذا اتجهت حكومتكم في هذا الشأن؟ بالتأكيد هنالك تعقيدات اقتصادية وهنالك حوجة يعني ماسة لإنسان الولاية فيما يلي الخدمات. نحن منذ يعني قبولنا هذا التكليف علينا على أنفسنا أن نطلع بدورنا المنوط به ونستشعر عظم هذه المسؤولية الملغاة على عاتقنا. أولا استشعار رباني، بحيث أن هذا التكليف هو استخلاف في موقع، والموقع ده ربنا أراد أنك أنت تكون يعني على رأسه وتسأل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه على أي وجه قصور يعني أنت قصرته في حق مواطن. فاستشعارا بعظم هذه المسؤولية الدنيوية والوظيفية والتكليف الصادر والتوجيه الصادر من السيد رئيس مجلس السيادة، علينا على نفسنا أن نتنزل إلى يعني القواعد، نتابع معهم حاجاتنا اليومية ممثلة في الوقود والمحروقات والدقيق، وهذا الخبز الذي تحدثت عنه هو كان السبب الأساسي اللي انطلقت به شرارة التغيير في هذه الولاية. أصبح الناس يوم 17 ديسمبر بلا يعني خبز، وهذا يعني يؤشر إلى يعني عدم ترتيب الشأن الداخلي في المركز، بحيث أنه أخذ الكمية الموجودة في هذه الولاية ودفع بها إلى المركز حتى لا يسور هذا المركز، ونسوا أنه لهذه الولاية جزور ولهذه الولاية يعني أرضيات ولهذه الولاية يعني إنسان يستشعر عظم أي انتقاص في حقه. فسارت هذه الولاية عن بكرة أبيها وتوالت بقية الولايات حتى حصل هذا التغيير، والتغيير أتى من الرغبة الأكيدة والجامحة للمواطن في توفير حاجياته. إنسان الولاية إنسان مدرك وواعي ويعرف كل شيء، لكن يعني وصلت المرحلة به أنه لا يجد يعني قوت يومه. وهذه الولاية ليست كبعض الولايات الأخرى التي لها يعني ثقافة غذائية مثل الدخن ومثل الأشياء الثانية اللي بتتغذى عليها. هذه الولاية هي ولاية بتعتمد من بعد الله كليا على هذا الخبز. فنحن شرعنا على الفور، وهنا لابد من الإشارة للإخوة في شركة سين للغلال وشركة سيجا وشركة ويتا والإخوة في اللجنة الاقتصادية وعلى رأسهم الأخ إبراهيم فيما ظلوا يقدمون لنا من دعومات إضافية. استشعار منهم بما تقدم هذه الولاية من إيرادات للمركز، حيث أنها هي تعتبر الولاية الأولى في إنتاج الأسمنت، وترفض المركز بما يزيد عن 98% من حاجاته. أيضا هي تعتبر الولاية الأولى في إنتاج الذهب، والذي يغطي فجوة يعني كبيرة في ميزان المدفوعات للدولة. فلذا كان لزوم على المركز أنه يضع اعتبار لهذه الولاية ويستصحب في ذلك حجم تمدد هذه الولاية وحجم الوافدين الذين يعملون في التنغيب العشوائي والتنغيب التقليدي والتنغيب الكلي، ويعملون في صناعة الأسمنت ويعملون في زراعة المحاور.
وكلها ميزات نسبية لهذه الولاية، بما يعني يحقق لها يعني بعض احتياجاتها. أيضا دلفنا إلى موضوع الوقود، وأيضا طيب هنا السيد الوالي، قبل أن يعني نتحرك إلى موضوع أو ملف الوقود، الموقف الآن بالنسبة للخبز في الولاية؟ الموقف الآن في الخبز هو موقف مطمئن مع الوضع في الاعتبار أنه لهذا الدقيق قيمتين، قيمة ظلت الدولة تدعم هذا الخبز بما يزيد عن 130 مليون، أي 130 مليار بردي. الإنتاج الدولة بتدعم الشوال ده بما يزيد عن 1200 جنيه، قيمته الحقيقية وقيمته السوقية وقيمته العالمية تفوت 1600 جنيه، هو يباع ب 570 جنيه، في إشارة واضحة للجهود اللي ظلت الدولة يعني تبذلها في إطار يعني تهيئة البيئة المعيشية. هنالك تحديات تواجه هذا الخبز في عوامل التسرب، أو يعني يتفلت ويتسرب، فنحن استفدنا من القوات الأمنية الموجودة ومن لجان الأحياء ومن كل المكون في ضبط السيطرة على هذا الخبز من خلال بطاقات تصرف في الأحياء ومراقبة لصيغة من الأجهزة الأمنية وكل اللجان الإدارية وكل الحادبين على مصلحة البلد بالوقوف صفا واحد خلف مكتسبات هذا المواطن. نحن الآن في حالة بتاعت استقرار، ما بنقول استقرار كامل، لأن الكميات التي تفد إلينا قياسا بما هو يعني موجود لدينا من مواطنين عندنا ما يزيد عن 2 مليون معدن، مع الوضع في الاعتبار أنه هؤلاء المعدنين يقومون بشراء الدقيق التجاري، لكن لا يفي بحاجيات وقد لا يتوفر بالحجم المطلوب. هنالك بعض ضعاف النفوس من أصحاب المخابز يمارسون بعض الممارسات السالبة، يعني يكون الحصة بتاعته يعني 12 جوال يخبز 10 جوالات أو يخبز 8 جوالات، لكن هذه العادة وهذه العادات السالبة في حالة بتاع التراجع يعني مستمر، لما يتم توجيهه من نداءات متكررة من خلال البث التلفزيوني اليومي والتوجيهات اللي بتصدرها حكومة الولاية عبر أجهزة الأمنية ولجان المجتمعية ولجان الأحياء وكل أبناء المنطقة وكل أبناء الولاية إن شاء الله بإذن الله. نعم، أقل من 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 الضائقة في الخبز يمكن المحروقات، ولو أنها يعني في الآونة الأخيرة شهدت انفراج كبير، وكذلك السيولة النقدية التي أيضا شهدت انفراج أكبر بكثير جدا حسب شواهد ومجريات الواقع الآن. في إطار المحروقات خاصة أن الولاية كما ذكرت بها كم هائل جدا من المعدنين، بها شركات من القطاع المنظم وشركات أسمنت وحركة وهي عبارة عبور وملتقى لكل الطرق، يعني إلى أي مدى الآن الموقف هو مطمئن كما ذكرت فيما يتعلق بالمحروقات؟ بالتأكيد لهذه الولاية خصوصيتها يعني متمثلة في أنها هي ولاية بتاعت عبور بمعنيين. المعنى الأول هي الولاية من عبرها يمكن أن يعبر السودان إلى مرافق الدول العظمى من خلال ما هو يعني متيسر بها من إمكانات. هي ولاية كما أسلفت ولاية أسمنت بها مادة خام يعني تفي باحتياجات الناس لمئات السنين، هي ولاية بها أراضي يعني خصبة جدا، هي ولاية قبلة لأنظار كل المستثمرين في مجال الزراعة، هي الولاية الأولى التي تعتبر هي الحاضنة الحمضية لكل الفواكه وترفض المركز بما يزيد عن حاجاته، هي الولاية الأولى فيما يلي التصنيع الزراعي بحيث أنه يوجد فيها يعني مشروع زادي ون، هذا المشروع العملاق حيفي باحتياجات كل المنطقة من حولنا من حيث الألبان ومن حيث الأعلاف ومن حيث احتياجات اللحوم ومن حيث احتياجات وكل الاحتياجات. أيضا هي الولاية الأولى التي يعني بها عدد مقدر من المعدنين، أيضا هي ولاية للعبور للبحر الأحمر ولولاية الشمالية عبر كوبري أم الطيور
وعبر طريق عضبرة هيا، كل الزخم هذا يأتي عبر هذه الولاية. فنحن لو لم تكن يعني قبضتنا قوية وندير هذا الأمر بمهنية عالية من خلال التوافق الكلي بين مكون الولاية في أجهزة الأمنية وأجهزة الشعبية ولجان مراقبتها وكل الأشياء، لو صرف لنا كميات مضاعفة من الوقود لما أوفى بحاجيات، لأنه للوقود أيضا أربعة أسعار: سعر خدمي، وهذا لأصحاب الحافلات والنقل المحلي والجائز الزراعي لحاجة المشاريع الزراعية الصغيرة، سعر زراعي، سعر صناعي، سعر تعدين. في هذه الأسعار المتداخلة أيضا تجد من يعني يتربصون بهذه الكميات من المحروقات. وهنا أيضا لابد من إشادة بالإخوة في وزارة الطاقة والتعدين وعلى رأسهم الأخ الوزير عادل علي، الذين هم يستشعرون الدور المنوط الذي تطلع به هذه الولاية ويتعاملون معنا في إطار توفير احتياجات التعدين، لأنه لهذا التعدين إشكالات إن تعطل هذا الوقود. معظم المعدنين يعني لهم آليات من البنوك، إذا تعطل التعدين تعطلت الآليات، فبالتالي كم هائل من المواطنين يذهبون إلى السجون، هم يستطحبون. أيضا يضعوا في الاعتبار أن الغدو والرواح لبورسودان من خلال أنها هي يعني الميناء من الدولة، وتجي الآليات والعربات والنقليات عبر عضبرة، أيضا يضعون اعتبار لذلك. أيضا الناس الذين يغادرون إلى الولاية الشمالية وما بها أيضا من ثورة زراعية وتعدين وما إلى ذلك، كل هذه الآليات تحتاج إلى وقود. فنحن نسير أمرنا بصورة يعني غير مسبوقة، ولنا خبرة تكاد تكون هي الأولى على مستوى الولايات، لنا لجان متخصصة ولنا يعني آليات بتاع الضبط عالية، منا استخدام الكرود ومنا استخدام بطاقات تم تصميمها بصورة بالغة الدقة في المطبعة للنقود، حتى لا يستطيع أحد أن ينفذ لممارسة تكون خصما على مخزوننا من الوقود. طيب، وبالتالي يعني تم حسم كل التلاعب والمضاربات الآن اللي كانت... الولاية هي الولاية الأولى على مستوى الاستقرار في المحروقات والحمد لله. طيب السيد الوالي، معروف أن السودان الآن يشهد ضائقة اقتصادية يعني يلقب بظلالة على الواقع المعيشي بالنسبة للمواطن في كل ولاية السودان، وهذا يعني التعقيدات الكبيرة في الشأن الاقتصادي أدخل الكثير من الأسر لدائرة الفقر، يعني من دائرة الكفاية إلى دائرة الفقر في إطار ملف معاش الناس. ماذا أنجزت حكومة الفترة الانتقالية؟ بالتأكيد هنالك ضائقة معيشية محكمة، والدولة تبذل جهود مضنية بدءا من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الموقرين وكل قطاعات الدولة، الشعبيين والرسميين يعملون جاهدين للخروج من هذا النفق. نحن في الولاية انتهجنا نهج بالحصول على كميات مغدرة من المركز، يعني وخير مثال لذلك استجلبنا ما يزيد عن 50,000 جوال سكر من شركة السكر، وتم توزيعه للمواطنين بنصف القيمة بتاعته. هذا يعني كانت هنالك إشارات موجبة، وكان هنالك رضا في قطاعات واسعة. أيضا لجأنا إلى الاستفادة من خبرات الشباب وتشغيل الشباب الخريجين، والآن نحن في الولاية نعتبر الولاية الأولى فيما يلي تشغيل الشباب الخريجين، ولدينا مشاريع لتشغيل الشباب الخريجين بما يزيد عن 15,000 شاب وشابة، وهنالك يعني مشاريع رأت النور. وعلى سبيل المثال ليس الحظر، المشاريع الزراعية، البيوت المحمية في منطقة المتمة وفي منطقة شندي وفي منطقة الدامر وفي منطقة عضبرة وفي منطقة بربر، وتمتد هذه النقلة النوعية في إطار تشغيل الشباب وتوفير مبالغ مغدرة
نعمل في إطار البيوت المحمية، ونعمل في تمليك وسائل إنتاج، ونعمل في حيضان للأسماك، ونعمل في تمليك تسمين العجول، ونعمل في صناعة الصابون، ونعمل في صناعة الطباشير، ونعمل في تمليك بعض الجمعيات الشبابية لمكان أماكن للمناسبات. وهنالك مشاريع متعدية أنالت استحسان المركز، وعلى لسان المركز أنه هذا الولاية هي الولاية الأولى في تشغيل الخريجين وفي تعضيد دور الخريج والاستفادة من خبراته والاستفادة من الموارد الموجودة في هذه الولاية، الذي تم توظيفه على أفضل وجه بشفافية عالية وبرؤية يعني محكمة وبتنسيق دقيق من كل مكونات هذه الحكومة. طيب السيد الوالي، ننفذ إلى أمر مهم هو متعلق أيضا بإطار تلبية احتياجات الفترة الانتقالية، وهي رد المظالم واجتساس الفساد. إلى أي مدى الحكومة في الولاية نجحت حقيقة في إحداث اختراق في هذا الملف التحدي؟ هي بالتأكيد هذا الأمر يقود المركز، والظلم ظلمات، وقيل ذات العلية في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، وعزتي وجلالي لا أظلمن لعبد لعبد، لا أظلمن عبد لعبد. فالظلم ظلمات، ونحن في هذه الولاية آلينا على نفسنا أنه يعني لا يعني يتم ظلامة بتاعت شخص، وأي ظلامة نحن نردها يعني في حين متى ما توصلنا عبر الأجهزة المختصة والمعنية. لكن هنالك يعني خطوط قد يفهم الآخرين أنه يعني من أبعد من موقعه أو من حرك من موقعه أو من تم استبداله هذا ظلم. هذا ليس بظلم، يعني أنت قاعد في وظيفة عندك واجبات ولك حقوق، أديت واجباتك على الوجه الأكمل، أنت محل تقدير لدى الصغير ولدى الكبير ولدى الغفير ولدى السفير. أنت ما أديت واجبك على الوجه يفترض أنك تأديه، تمشي عشان يأتي من يخلفك في هذا الموقع حتى يأدي الواجب على الوجه الأكمل، لأنه هذه الكراسي وهذه الأقلام وهذه الوظائف ليست مربوطة بشخص. يسهب الوالي ويأتي والي آخر، ويسهب المدير ويأتي مدير آخر، ويسهب السفير ويأتي سفير آخر، ويسهب الوزير ويأتي سفير وزير آخر. القاية العظمى والقاية الكبرى هي تحقيق الأهداف المتفق عليها من حيث يعني تهيئة بيئة العدالة، وتهيئة بيئة يعني رد المظالم، وتهيئة حقوق الآخرين. ونحن في الولاية عندنا نهج بنقول لكل الناس: نحن لا لون ولا طعم ولا رائحة لنا، لوننا وطعمنا ورائحتنا الأداء المتميز. اشتغلت معانا وفق المخطوطة المتعارف عليها بما يدفع عجلة العمل في دواليبنا، نحن معاك سواسية كأشنان المشط. شعرنا أنك أنت خصم علينا في الموقع اللي أنت قاعد فيه بنستبدلك، ونأتي بما والشواهد على ذلك كثيرة جدا، وعدد من الإدارات تم تغييرها، وعدد من المدراء تم تغييرهم، ودولاب العمل يصير بأفضل مما كان عليه سابقا. فنحن يعني لهذا الأمر هنالك يعني آليات دقيقة، وهنالك عمل يعني يتم بترتيب نستصحب فيه عدم الظلامة والوضوح والشفافية في كل أمر. بجانب أن مؤسسات النيابة العامة والمؤسسات العدلية القضائية مفتوحة لكل صاحب مظلمة، وكل صاحب مظلمة، وأنشأنا يعني عدد مكاتب في السبع محليات لكل من تعرض لظلامة يذهب إلى هذه المكاتب ويبلغ بالظلامة التي وقعت عليه، وعبر الإدارات المتخصصة. ونحن أيضا انتهجنا نهج أنه لكل أسبوع في كل يوم في أسبوع نأتي بكل مكون الحكومة، كل المدراء الإدارات ورؤساء الدوائر والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية، ونجلس في منضدة واحدة ونسمع من المواطن. إن كانت هنالك ظلامة نردها في حينه، إن كانت هنالك ما في ظلامة المواطن يقتنع بأنه هو ما تعرض لظلامة، وبالتالي هنالك بعض الإجراءات
قد انتقصت منه، قد لم يتم معرفته بها، وهنالك شفافيه ووضوح منقطع النظير. السيد الوالي، يعني ينظر لولايه نهر النيل حتى على مستوى المركز انها ولايه عمق وسند بالذات في المجال الاقتصادي، وبالتالي النظره لنهر النيل من هذه الزاويه تتطلب من اي حكومه تاتي في الولايه ان تستثمر هذه الموارد وتستغلها بالشكل المطلوب حتى تزيد من مساهمه الناتج الاجمالي القومي من ولايه نهر النيل. في اطار الملف الاقتصادي تبرز ولايه نهر النيل باعتبارها هي ولايه زراعه بموارد اقتصاديه كبيره جدا، يعني غير حتى متاحه لكثير جدا من الولايات. الى اي مدى الان حكومه الفتره الانتقاليه التي تقودوها في هذه الخمسه والاربع اشهر الفائته حققت ما يمكن حقيقه ان يحقق لهذا القطاع الزراعي مساهمه كبيره جدا على المستوى المحلي والولائي والقومي؟ بالتاكيد نحن في هذه الفتره التي تعد على اصابع اليد فيما مضيناه تحملنا مسؤوليه وعملنا بشفافيه مطلقه، وقدمت للمواطن خدمات. الواحد لا يتحدث إطراء عن أداء الحكومة أو حكومته، لكن لو قدر لهذه القناة، قناة الشروق، وأجرت استطلاع شامل في كل الولاية بدءا من حجر العسل جنوبا حتى بيرتي شمالا، لا توصلت إلى يعني حقائق مذهلة تكاد لا تصدقها، ويكاد نفر كريم من أبناء الولاية ظل على الدوام يتحدث عن هذه الجزئية، أنه ما تم تقديمه من خدمات في مجال أولا الإجلاس. نحن أتينا ومن الأسبوع الأول استدعينا مدير دائرة التربية، وإلى أي مدى بيئة التحصيل في هذه المدارس، وجدنا أن هنالك شح كبير جدا في الإجلاس، وشح في الكتاب المدرسي، وشح حتى في بيئة العمل من مرافق وما إلى ذلك. جلسنا في جلسات ليست يعني بها بروقراطية أو بها ديناميكية يعني متقاطعة، وعملنا عمل مقدر يشهد القاصي والداني. أيضا ذهبنا إلى ملف المياه، هذا الملف الذي يعني ظل يؤرق مضاجع كل قاطني هذه الولاية، وهنالك الآن يعني شركات كبرى تعمل في هذا المجال. ذهبنا إلى الكهرباء، وهذا الأمر الذي يعني ظل على مدى أربعة أو خمسة سنوات يعني يؤرق مضاجع الولاية على شقيها، الشق الزراعي والشق السكني، وهنالك نماذج. أتينا بكل الشركات التي تعمل معنا في الولاية، وتحدثنا مع المركز وأوضحنا له يعني إخفاقاته، بحيث أنه المركز يطلع بدور المراقب أو بدور المشرف على هذه المشاريع ولا يحضر المسؤول. هنالك أشياء كثيرة جدا جلسنا وأتينا بالمستشارين القانونيين، ويعني وقفنا كما يقال ألفا أحمر مع هذه الشركات، واحد زائد واحد يساوي اثنين. ما في حاجة اسمها يعني دفع مقدم، نحن بنديك قروش في حالتين، ماتيريال إن ذا سايد، نشوف المواد بتاعتك نزلتها، ويجوا مهندسين مختصين يطلعوا على حجم المواد التي تم يعني توريدها ويفيدوا بأنه هذه المواد قيمتها، أو إنجاز تنجز لنا 20 عمود، تنجز لنا 12 محول، نديك قروشك. الآن نحن عندنا أكثر من 21 مشروع في نسبة 8.95%، حنفتتح منها مشاريع خلال الأسبوعين المنصرمين، ومشاريع أخرى يعني كبيرة جدا. أيضا في مزارع الزراعة هنالك منظمة جايكا، هذه المنظمة اليابانية في العام 2014 أتت إلى هذه الولاية لمعرفتها بإمكانية هذه الولاية الزراعية، وأنشأت لنا يعني مضخات مائية في منطقة العالياب ومنطقة الكتياب، الآن هي تعتبر الأولى على مستوى أفريقيا إن جاز التعبير، على السودان هي الأولى. هذه الاتفاق مع هذه الشركة تعطل بعض الشيء، فقمنا بدفع وفد إلى أثيوبيا لمقابلة خبراء جايكا، وتم تحديد موعد آخر. دفعنا مدير دائرة الزراعة إلى اليابان، وأبرمنا مواصلة
لهذا العمل لمدة 3 سنوات، من خلاله توفر لنا خدمات زراعية وخدمات مياه وخدمات صحة بما يزيد عن 36 مليون دولار في إطار الشفافية الوجدت في إدارة هذه المشروعات، وما تم عرضه وما تم يعني إرساله من توثيق لعائدات كانت نتاج طبيعي لجهود هذه المنظمة. أيضا هنالك المنظمة الكورية والتي أيضا تم التوافق معها والاتفاق معها على استجلاب 450 مضخة بتاعة كهرباء عن طريق الكهرباء، ما عندها أي ما بتحتاج لكهرباء عن طريق الساتلايت اللي هي بيقول الطاقة الشمسية. 450 مضخة والآن الكشوفة جاهزة، وسوف دي منظمة يعني كورية شرعت معانا في هذا العمل. وهنالك يعني شركات عديدة، شركات أمريكية وشركات يعني صينية وشركات روسية، والولاية تسخر بعدد مقدر من المستثمرين الأجانب، خاصة المستثمرين السعوديين وعلى رأسهم الراجحي وعلى رأسهم عبد الله عبد الهادي القحطاني. ووقعنا مذكرات بتاع التفاهم ومذكرات بتاع التوافق فيما يلي يعني الارتغاء بالحقل الزراعي من مخازن مبردة ومن باكينج لمنتجاتنا ومن أشياء كثيرة تعود نفعا على إنسان هذه الولاية. يعني الولاية متوقعة في خلال الأيام القليلة القادمة تستقبل كبرى الشركات والبيوت الخبرة من الآسيوية وحتى الأوروبية. نعم بالتأكيد، نحن خلال الأسبوعين المنصرمين ذهبنا إلى سوتشي مع السيد الرئيس في الزيارة الموجهة من الاتحاد من روسيا الاتحادية. هذا المحفل الاقتصادي الذي دعي إليه ما يزيد عن 56 دولة، وكان للسودان مقعد متقدم وله سهم لما يعني يمتلك من نزاع من ميزة نسبية. أنا كوالي مكلف لهذه الولاية استصحبت في هذا الوفد، وأبرمنا عدد 4 اتفاقات في إطار يعني توافق كلي حول حاجياتنا في مجال التعدين ومعالجة البيئة، معالجة مخلفات السيانايد والزيبق، وفي المجال الزراعي، وفي مجال توليد الطاقة عن طريق الطاقة الكهرومائية. هنالك 4 اتفاقيات وقعت، اتفاقيات إطارية، اتفاقيات أولية يتم التشاور فيها مع الإخوة في المركز، مع الإخوة في وزارة الطاقة والتعدين، وكان ضمن الوفد السيد الوزير عادل علي وزير الطاقة والتعدين، وقابل روسفاو من الروس، وأيضا كان يعني ضمن الوفد وفد من بنك السودان والجهات ذات الصلة. كل هذه الأشياء يتم التشاور حولها والتوافق حولها بما يحقق نفعا على هذه البلد وعلى إنسان ولاية نهر النيل على وجه الخصوص، باعتبار أنه كما أسلفت هي حاضنة لكثير من المواد التي تحتاجها الدولة ويحتاج العالم الخارجي. سيد الوالي، نحن نتمنى لكم أن ترى كل هذه المشروعات النور في الفترة المقبلة، وأن تحقق حقيقة ميزة استثنائية لولاية نهر النيل كما ذكرنا ترفض بها الناتج الإجمالي القومي، وبالتالي أيضا تحقق أنها مقولة أنها ولاية العمق والسند الاقتصاديين في السودان. شاكرين جدا نحن في قناة الشرق لهذه الإطلالة وهذا الحوار الخاص، ونتمنى لكم التوفيق في هذه الولاية. شكر جزيل للإخوة في قناة الشروق، يعني وده بمثابة يعني جزئيات بسيطة من مشاريع يعني كبيرة ومن آمال يعني تظل يعني معقودة، ويظل المواطن مواطن نهر النيل مواطن حصيف ومواطن لماح، ويعرف طبيعة ما يدور في ولايته. نحن لا نتحدث إطراء وإنما نتحدث بشفافية، ونسأل الله أن يغيض لهذه الولاية من أبناء ما يدير دفة أمره. نحن أولاء مكلفين
وبالتأكيد سوف ينتهي هذا التكليف، لكن من خلال هذا اللقاء يعني نشير إشارة واضحة، نحن أبناء ولاية نهر النيل، يهمنا حسسها ويهمنا إنسانها ويهمنا مواطنها لعدد من الاعتبارات. اعتبار أول، هذه هي أمانة ونحن تحملناها في ظروف بالغة التعقيد وذهبنا بها إلى الأمام. ثانيا، لهذا الإنسان ولهذا المواطن، هو أخنا وأبنا وعمنا وابن عمنا، ونحن من أبناء نهر النيل قلبا وقالبا. مضاف لذلك، ما نطلع به أو ما نمتلكه من حصيلة علاقات نحن عملنا في هذه الدولة في رئاسة الجمهورية، وعملنا في القوات المشتركة المدمجة، وعملنا في المجلس المشترك، وعملنا في عدد من المواقع من خلالها نفذنا إلى عدد من العلاقات على مستوى من الدول. كل هذه العلاقات وكل هذه الإمكانيات التي يعني توجد في هذه الولاية، نحن مع إنسان الولاية ومع الذين يعني توكل لهم أمر إدارة هذه الولاية بشفافية ومهنية عالية وبكل تجرد ونكران ذات. الشكر لكم على هذه الاستضافة، ونأمل في حلقات قادمة، وجزاكم الله خير. شكر جدا للسيد لواء ركن عبد المحمود حماد حسين عجمي، والي ولاية نهر النيل، على هذه الإطلالة وهذه الإفادات فيما يلي ويتعلق بحدث ولاية نهر النيل التي تستضيف بشأن الصلح بين قبيلتي التمراب العوضية وكذلك العبابدة المزمح حقا ظهر السبت بمنطقة التليباب بمحلية شندي، وحتى الملتقى في مساحة أخرى تقبلوا عاطر تحياتي والفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله.